جندي من جنود الله عز وجل. لما حزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وقاحة ابن أبو لهب دعا عليه قائلا: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فالتهم الوحش رأس ابن أبو لهب. هو ملك الحيوانات المفترسة وليس بملك الغابة. الرومان كانوا بيسيبوهم على المجرمين اللي محكوم عليهم بالإعدام. يقدر يجامع إناسه 50 مرة في اليوم. بياكل البشر في الحالات دي بس. المحتوى ده أي سن يقدر إنه يتفرج عليه ويستفاد منه كمان. فادعمه بلايك وشير علشان غيرك يستفاد. أنا جاي النهاردة يا رفيع المقام أقول لك حاجة ما تعرفهاش وهتذهلك عن الأسود. اللي عايز أقوله لك إن الأسد لو هجم عليك جيش جرار مش هيخاف ولا هيجيب ورا أبدا، وهيهجم عليك ومش هيعتمد أنت ماسك له إيه أو أنت مين حتى. ما بيعذبش الضحية قبل ما ياكلها زي باقي الحيوانات، ونزيه جدا، مش بيصطاد أبدا إلا لو كان جعان حقيقي. إن في نفسه كده ما بياكلش اللحوم الميتة أو لحم الجيفة، وشجاع جدا، بيفضل الموت في ساحة المعركة على إنه يهرب حتى لو كان متأكد من هلاكه. مقاتل للنهاية وبيموت دايما بطل. واللي هتستغربه إن لحم البشر بالنسبة له مش أحسن حاجة. عايز أقولك يا محترم إن الأسود موجودة في الثلاث قارات القديمة، آسيا وأفريقيا وأوروبا، بس أشهر الأسود دلوقتي بتعيش في الهند وفي وسط وجنوب أفريقيا. وظيفة الأسود الذكور هي الدفاع عن القطيع، وده علشان حجمها الكبير، والإناث بتكون وظيفتها الصيد. زئير الأسد يا جماعة حاجة مرعبة جدا، بتشيب البدن فعلا. تقدر إنك تسمع زئيره على بعد 8 كيلومتر من مكانك. متخيل يا راجل؟ حنجرة جبارة. كمان الأسد يقدر إنه يسمع صوت ضحيته على بعد 2 كيلومتر لأنه عنده حاسة سمع رهيبة جدا. المنطقة اللي الأسد بيحكمها اسمها الكبرياء، ودي ممكن تجمع حوالي 30 أسد من الذكور والإناث. عايز أضيفلك إن رائحة بول الأسد هي اللي بتحدد مناطق نفوذه أو دولته اللي بيعيش فيها. عامل خط أحمر حدوده عبارة عن 40 كيلومتر مربع، وممنوع نهائي حد يقرب أو يصطاد في المنطقة دي، لأنك لو عملت كده فما تلومش غير نفسك بقى. كذبوا عليك وقالوا لك ان الاسد هو ملك الغابه، ودي مش حقيقه. واللي عايز انبهك ليه ان الاسد مش بيعيش في الغابه اصلا، ومش هو اقوى حيوان في الغابه، لان الافيال اقوى واضخم. بس اللي عايز اقوله لك ان قوه الاسد مش في ايده اللي بتحطم عظم الضحيه ولا فكه القاطع، لا، الاسد قوته في هيبته، وضيف عليها قلبه اللي ملوش مثيل في الكون. الاسود يا جماعه بتعيش في السهول والاراضي اللي فيها حشائش والمرتفعات الصخريه، ومش بتعيش في الغابات اصلا علشان تعرف تصطاد. ولو عايز بقى تدي الاسد لقب حقيقي، فالاصح انك تقول عليه ملك الحيوانات المفترسه. عايز اوضح لك بقى رفيع المقام حاجه تانيه كده اول مره تعرفها. الزواج عند الاسود من زي ما انت فاهم خالص. الاسد بيجامع الاناث بتوعه كل 20 دقيقه، يعني ممكن يجامع 50 مره في ال 24 ساعه. بس اللي عايز اقوله لك ان مده المره الواحده بتكون 21 ثانيه بس. والاسد يقدر ان هو يتجوز 2 من الاناث في وقت واحد، وده نوع من انواع التفاخر يعني بنفسه وبقوته. ومش هتلاقي الموضوع ده الا في الاسود الافريقيه بس. والتفاخر معناه ان الذكور بتتفاخر انها بتتجوز 2 من الاناث في وقت واحد، وعلى الجانب الثاني برضه فالاناث بتتجوز من اكتر من ذكر، يعني الذكر اللي يجي ويحكم تتجوزه وهلم جره، ما عندهاش ولاء لذكر باين، ممكن انها تبيع عيالها في سبيل زوج جديد، وبتسمح للذكور اللي في العشيره تعمل معاها جماع كمان، من غير ما الذكور تتخانق مع بعضها. واللي عايز انبهك ليه ان انثى الاسد هي اللي بتدعو الذكر للجماع، والانثى بتتجوز 100 مره في اليوم، يعني كل 17 دقيقه بيحصل معاها جماع. في مثل كده بيقول لك: اذا سلمت من الاسد فلا تطمع في صيده. الاسود يا رفيع المقام بتاكل انواع كثيره جدا من الفرائس، واللي بيسيرها الفريسة أم حوافر، وفي بعض الأوقات ممكن ياكل وحيد القرن عادي شغال، وممكن ياكل فرس النهر برضه ما يضرش. خد بقى التقيلة دي، الأسود ممكن تهاجم الفيلة بس في حالة واحدة بس، لأن العملية دي فيها مخاطرة عالية جدا، وغالبا بيروح فيها رقاب من الأسود، وده بيحصل لما الأكل بيقل وما يكونش فيه حاجة قدامها غير فيلة بوزلومة.
هنا بقى بيتجمعوا كلهم بيعقدوا العزم على الخطوة دي، وبيروحوا روحة واحدة ذكور وإناث، لأن الوليمة بتكون ضخمة جدا. استنى محترم علشان هنزود جرعة الإثارة شوية. الأسد يا جماعة عمره ما بيهز طوله ويتحرك ويروح يصطاد إلا لو الضحية قوية ومعصلجة شوية مع الإناث. طيب إزاي الأسد بيصطاد فريسته اللي بتفوق على سرعته؟ الأسد سرعته القصوى هي 85 كيلومتر في الساعة، ودي سرعة بطيئة جدا بالنسبة للفهد اللي سرعته بتوصل لحد 120 كيلومتر في الساعة. الأسد يا جماعة لما بيفكر إنه يصطاد فريسة أسرع منه فهو بيمشي يتسحب كده لحد قبل ما يوصل للضحية ب 15 متر، بعدها بيندفع بأقصى سرعة عليه ويمسك الفريسة بضافره ويمسك ببقه حنجرة الضحية ويخنقها، ويقدر كمان إنه يصطاد في المية، يعني لو فكرت إن تنزل له المية هيجيبك برضه. طب حد يعرف ايه اللي بيخاف منه الاسد وايه هي اقوى انواع السباع؟ هقول لك انا. الاسود البربريه هي اكبر الاسود حجما واضخمها على الاطلاق، وبتعتبر اقوى انواع الاسود. اما بقى بالنسبه للحيوان اللي بيخاف منه الاسد مش هتتخيل هو مين. الاسد لو شافه ماشي في شارع بيمشي في شارع تاني خالص. الحيوان ده اسمه انيس، خطر جدا على الاسد، والاسد يعرف مدى خطورته بيعمل له ألف حساب. جسمه كله متغطي بالشوك اللي بيستخدمها في الدفاع عن نفسه، ولو فكر الأسد إنه يفترسه وياكله فالشوك ده بيفضل في بق الأسد وبيعمل له مشاكل صحية كبيرة جدا. ناهيك بقى عن الألم الرهيب اللي بيشوفه الأسد طول اليوم. خد بالك بقى إن الأسد بيقطع ويبلع مش بيمضغ خالص، وعايز اقول لك ان الفريسه كلها بتتاكل مش اللحم بس، يعني بياكلوا الفرو والجلد والعظم كمان. واللي عايز انبهك ليه ان الاسد بياكل يوميا من 4 ل 11 كيلو لحمه، ولو وقع على صيده حلوه كده ممكن ياكل لحد 45 كيلو في اليوم، ويقدر انه يصوم لمده اسبوعين متصلين، ويقدر برضه انه يعيش من غير ميه لمده 5 ايام. حد هيقول لي يا فتحي احنا عايزين نعرف الاسود كلى للحوم البشر ولا لا؟ اسمح لي اقول لك يا رفيع المقام ان الاسود بتشوف البشر فريسة محتملة ليهم، بس مش احسن حاجة يعني، بس ممكن انها تقتل البشر وتلتهمهم لو حست بالجوع الشديد. وفي اسباب بتخلي الاسود تعمل كده مع البشر، منها ان مفيش فريسة قدامها، او الاسود كبرت على الكاري، او سنانها وقعت او ضعفت. هنا بقى الانسان في الوقت ده اختيار جيد جدا ليهم، لحمه طري وسهل لصيده، مش هيجري كتير يعني ويتعب قلب الاسد معاه. ولو حصل ده فالاسود بتبدأ تتأقلم على اكل لحوم البشر. تعال اخدك بقى لحته تانية هتشتت عقلك. زمان الرومان كانوا بياخدوا الاسود من شمال افريقيا وينقلوها الروما داخل اقفاص حديديه مغلقه تماما، مش بيخلوهم يشوفوا بشر حتى، وكانوا بيسجنوا الاسود دي لايام كتيره جدا من غير ما يحطوا لها اكل عشان يشرسوها اكتر، وبعد كده كانوا بيجيبوا الاسود دي ويسيبوها على المجرمين اللي محكوم عليهم بالاعدام هناك، او المجالدين اللي هم المحاربين اللي كنا بنشوفهم في المسرح الروماني. جايب لكم اسئله حلوه والله وهتشتت عقلك شويه. حد سال نفسه ليه الاسود مش بتصطاد وتاكل لحم بعض؟ بص يا رفيع المقام، الاسود عموما مش بتحب اكل لحوم الحيوانات المفترسه، ده رقم واحد. السبب الثاني هو ان لحوم الاسود ما فيهاش الطاقه اللي هي بتدور عليها اصلا. حد يسالني كده هو في اسود في مصر؟ هظلمك بقى لما اقول لك ايوه الاسود عاشت في مصر وباعداد كبيره جدا كمان، بس ده كان في عصور ما قبل التاريخ، يعني مش موجوده دلوقتي ما تقلقوش، والمصريين القدماء قدسوها في وقت من الاوقات. وبص على تمثال ابو الهول فهو خير مثال. استنى بقى وخد دي، لان دايما بسيب الخلاصه في الاخر. الاسد اتذكر في القران الكريم مره واحده بس، في الايه اللي حضرتك شايفها قدامك دي في سوره المدثر. وصف ربنا سبحانه وتعالى الاسد باسم قسوره، ومعنى الايه هو تشبيه نفور الكفار لما كانوا بيسمعوا ايات القران الكريم بالحمر الوحشيه، مذمه وتهجينا ليهم يعني. فكانوا اذا راوا محمد صلى الله عليه وسلم يقرا القران الكريم هربوا منه واعرضوا عن الحق، زي ما بيهرب الحمير وينفرون من الاسد من شده الفزع. طيب في ناس كتير بتسال هو الاسد بيسبح لله عز وجل؟ اللي عايز اوضحه لك الاول ان المختصين اكتشفوا ان الاسد بيصوم يوم واحد بس في الاسبوع، والسبب في ده هو التخلص من حمل البوليك السام اللي بيجي من اكل اللحوم النيه اللي مش بياكل غيرها. ولله في خلقه شؤون، قول سبحان الله. الاسد وكل المخلوقات بتسبح لله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكل شيء في الوجود يسبح لله سبحانه وتعالى، حتى الثوب الذي نلبسه يسبح لله. طب حد يعرف حكاية عتيبة ابن أبي لهب مع الأسد؟ في الأول عايز أقولك إن عتيبة ابن أبي لهب هو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمه هي أم جميل بنت حرب المذكورة في القرآن الكريم بحمالة الحطب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوزه لبنته السيدة أم كلثوم اللي طلقها بعد كده بعد ما أبوه أبو لهب أمره إنه يعمل كده. ولما عتيبة قرر
أنه يخرج مع أبوه إلى الشام، قال لأتين محمدا وأزينه، فأتاه فقال يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى، ثم بزق أمام النبي وطلق ابنته أم كلثوم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج عطيبة مع أصحابه متجها إلى الشام، حتى إذا كانوا في طريقهم زأر أسد، فجعلت فرائز عطيبة ترعد، فقالوا له من أي شيء ترعد؟ قال عطيبة إن محمد دعا علي وما ترد له دعوة، فأحاطوا به وجعلوه في وسطهم، فجاء الأسد فشم رؤوسهم جميعا حتى انتهى إلى عطيبة وهشم رأسه فانتزع وذهب به. وأخيراً هقول لك بقى شوية مقتطفات غرائبية كده سريعة. الأسد والنمر ممكن هما يتجوزوا بعض ويخلفوا كمان، النتيجة بتكون كائن أسطوري. اللايجر ده حيوان بيكون نتيجة تزاوج ذكر أسد مع أنثى النمر، والتايجون ده بيكون حيوان نتيجة تزاوج ذكر نمر مع أنثى أسد. الأسد يا جماعة بينام يومياً من 14 ل 16 ساعة، ومصنف من ضمن أكتر الحيوانات نوماً في العالم. الأسود بتعيش من 12 ل 14 سنة في البرية، لكن في المحميات بتعيش لحد 20 سنة. الأسد هو الحيوان الوحيد اللي قلبه مش ناحية الشمال، موجود ناحية اليمين. النمر أقوى وأضخم من الأسد بكتير، بس قلبه مش زي قلب الأسد. عدد الأسود البرية حالياً لا يتجاوز 20 ألف أسد، والأسود مهددة فعلياً بالانقراض. ابن الأسد بيلقب بالشبل، والأنثى تسمى لبؤة أو أسدة. الأشبال يا جماعة بتتولد أعمياء، ولما بيبلغوا ويبقوا ذكور بيمشوا من القبيلة. الأسود عندها عيون تخليها تشوف بالليل بوضوح جداً. ويا رب تكونوا استفدتوا بالمحتوى ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.